مشاهدين الكرام، كما تشاهدون في هذا الفيديو أقدم لكم مجسم مسجد مصنوع يدويا، تم إنشاؤها بالحصى الرقيق والرمل، واستعملت فيه بقيتات اللوح واللوحة الورقية المعروفة باسم كونتربلاك. كما ترون المشاهدين الأعزاء قبة وصومعة أتقنتها جيدا بالحصى، قمت برشها بالرمل فوق لاصقة الخشب الذي يستعمله النجار حتى نشفت الواجهة والنوافذ والأبواب، بالإضافة إلى محراب المنبر. تم عملها على 4 جهات. إذن ها أنتم ترون الباب والنوافذ بانتظام، ما يعادل 50 نافذة كما ترون، باب مع قوسها. كل شخص يختار الصومعة من أي واجهة من الواجهات الأربع. كما ترون كنت ببناء فوق السطح ثم فوقه كبة، إذن قمت باختيار النوافذ ألوان مختلفة، بالأزرق والبني والمرآة. كما تلاحظون على الفيديو، فقد تم اطلاؤها بالبرنيز اللامع. كما تشاهدون صومعة طويلة رائعة وقبة متميزة. كما تلاحظون البرنيز جيد ونوافذ بانتظام. ها هي مجسم مسجد جاهزة، أدعو المشاهدين أن يزينوا بها في الصالة. إذن مشاهدين تمت جيدة في زاوية الصالة أو الغرفة، لها 4 واجهات. ها أنتم تشاهدون مجسم المسجد، له قبة وعلامة خضراء، وكذلك الصومعة أنشأت لها زوايا جيدة. كما تشاهدون الواجهات الأربعة ملأتها بالحصى كواجهات المنازل والفيلات. إذن مشاهدين الكرام، أدعوكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم جديدنا الذي نقوم بتنزيله على القناة، وشكرا.